الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن روسيا لا توقف ابتزازها داخل محطة زاباروجيا للطاقة النووية وفي محيطها. وحذر زيلنسكي من أن وقوع كارثة في مفاعل زاباروجيا الذي يعد الأكبر في القارة العجوز هو ما يمثل تهديداً مباشراً لأمن أوروبا بأكملها. قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في كلمة خلال افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي أن بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يمثل نهاية العالم أحادي القطب، حيث أصبحت تعددية الأقطاب واقعاً وحقيقة وقد تحددت أقطاب هذا العالم بوضوح. وأشار شويغو إلى أن الفرق الأساسي بين تلك الأقطاب يكمن في أن بعضها يحترم مصالح الدول ذات السيادة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة تحاول صرف انتباه المواطنين عن المشكلات الحادة وتحويل اهتمام العالم عن انخفاض مستويات المعيشة والبطالة والفقر إلى روسيا والصين. وأضاف بوتين في كلمة خلال افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي أن السياسة الأمريكية تجاه تايوان تعكس عدم احترام واشنطن لسيادة الدول، محملا واشنطن المسؤولية في إطالة أمد الحرب في أوكرانيا. أكدت رئيسة تايوان تساي إنغ وين إن بلادها حريصة على تعميق التعاون مع الولايات المتحدة للحفاظ على الرخاء والاستقرار الإقليمي في جميع منطقتي المحيطين الهادئ والهندي. وأعربت وين عن رغبتها في تعزيز التعاون الاقتصادي مع جميع شركاء تايوان من أجل الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد على مستوى العالم. استقبلت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط وزير التنمية الدولية الكندي هارجيت ساغان لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات، خاصة جهود تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية وتمكين المرأة. وأكدت المشاط أن مصر تعمل من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على دعم الجهود الدولية للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وتوفير التمويلات للدول النامية والاقتصادات الناشئة لتحقيق أولوياتها فيما يتعلق بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة أنت الحياة في قرية قلهانة بمركز أسطى بمحافظة الفيوم، وهو أحد مراكز المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية وتستمر لمدة 6 أيام. وتهدف المبادرة لتطوير حياة الأسرة والطفل على كافة الجوانب الحياتية وتقديم حملات توعية وبعض الورش التدريبية إضافة لتسيير القوافل الطبية.